إذن متابعينا الكرام، متابعينا قناة سبورت، متواجدين معكم مباشرة من مدينة طنطا، متواجدين معكم في جبل درسابة. هي أجواء متابعينا الكرام هذا الدوري الرمضاني اللي كيدوم العديد ديال المواهب الكروية واللي كيرافعين الحضور الجماهيري متابعينا الكرام، الحضور الجماهيري ألغى الفوران يعني ديال هذا الأجواء. ديال هاد الاجواء الرمضانيه متابعينا الكرام كما كتشوفوا معنا عدد حضور الجماهير الكبير يعني اللي كيأسس قضاء هذا الملعب. هذا اللي هو ملعب فلوس كذلك هذا الملعب اللي كيقول هاد الاطاله الجميله اللي كتعطيك يعني مدينه تطون يعني كلها يعني صراحه جميل اطاله جميله وكذلك من اجواء حماسيه مثيره هنا في هذا الدوري دوري رمضان المبارك حي جبل درسابة متابعينا الكرام. يعني كما كتشوفوا هذا الحماس ديال هذه المباريات وكذلك هذا الحماس ديال هذا الحضور الجماهيري الغفير اللي كتشوفوا يعني كما كتشوفوا يعني الحضور الجماهيري اللي كيواكب هذا الدوري. الحضور الجماهيري الغفير متابعينا الكرام المتابع هذا الدوري الرمضاني وكذلك يعني اطلاله جميله هذا الملعب يعني من خلال يعني كورنيش حي جبل درسابة والناس يعني كتجي كتجلس هنا وكتتبع هذا الدوري. هذا اللي هو دوري رياضي رمضاني بأمسية. مقابلات اليوم هي مقابلات في إطار يعني الدور الثاني، طبعا يعني الفرق اللي فازت في الدور الأول فهي كتبحث على تحقيق التأهل للدور الثمن النهائي والدور الثمن النهائي والدور الموالي. و طبعا هانتوما كتابعوا معنا هاد الأجواء متابعينا الكرام، يعني كما قلت أجواء رياضية حماسية كنعيشوها معكم يعني هنا من هذا المكان. هذا الملعب هو ملعب صحيح جبل درسابة، هذا الأجواء الرياضية الأجواء الرمضانية متابعينا الكرام. الجماهير كتحضر هذيك تعطي الحماس وكذلك كاين حتى الخرجه متابعينا الكرام من متابعي قناة تشوفسي في سبور. العديد ديال المواهب كيجيو يفرضوا نفسهم هنا. العدد ديال اللاعبين اللي كيجيو اصلا يعني كيبرجوا، فطبعا يعني كاين هنا في هذا الملعب هذا اللي وصل هذا الدوري هذا الدوره الثانيه والثلاثون يعني 32 سنه من تنظيم هذا الدوري الرمضاني المبارك. وطبعا يعني هذا الدوري هذا فخرج العديد ديال اللاعبين وعطى العديد ديال اللاعبين كذلك لاعبين ممتازين صراحه. يعني هادو اللي كيكونوا هذه المباريات الاخيره في هذه الجوله.
الحياه في هذا اليوم هذا. كيعجبني في هذا الدوري هذا هو المنظر الجميل مثلا الكرام، يعني هذا الملعب اللي جا فحال واحد احدى الملاعبين في وجده في فينيزويلا، اللي جا على مرتفع وجا في مرتفع ديال الحاجه لاباس. وطبعا يعني باخذ تاعي الدوري هاد الفترة هادا اللي كيزيدني زينين هاد الحضور الغفير والمتابعة الغفيرة ديال هاد الجماهير المتوحدة هنايا في هاد الملعب اللي كيعطي واحد القيمة مضافة لمثل هاد الدوري. طبعا كما كتشوفوا متابعينا الكرام هاد الأجواء حماسية رائع مطل على مدينة تطوان. انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء. طبعا يعني كاين حتى الدوري بالنسبة لنا الدوري حاجة لاباس، كاين الدوري الكبار الفئة الكبيرة وفي الملعب الآخر يعني الفئة الكبيرة فيها الصغرى تما، يعني تما عندهم الدوري ديالهم تما كيمارسو كيلعبو الدوري ديالهم بدور مني. الأشخاص المهتمين لدوري جبل برشا عطاو فرصة حتى للكتاكيت أنهم يحضروا هاد، يكون عندهم دور حتى هما يشاركوا في الدوريات مثلا اللي كانوا في الدوريات ولا لا. الجماهير مازالت كتوافق على هاد الملعب على هاد الدوري من اجل متابعة ديالهم كتشوفوا يعني صراحة يعني المكان الفضاء اللي كنقوم فيها الدوري فهو الفضاء اللي هو جميل، الفضاء يعني اللي كيحتاج المتابعة هاد الأشخاص اللي كيتابعوا هاد الدوري هذا. خصوصا يعني هاد المنظرة هاد المساحة كبيرة كجمهور يعني واحد جنبات الملعب وكل يبحث على إيجاد I'm going to go to the hospital.
حمدش عادي يقول لي غاس على الغائب كيفاش كتصلى هادشي صاحبي باش الله كاين اللي كنديرو يقول لي غاس على الغائب كيفاش كتصلى الحمد لله كنصلي الصلاه ديالنا كنقرا القران ديالنا كنحمد ربي وكنمارسو العمل ديالنا هو العمل الصحفي باش كنقول لكم الخبر والصوره الناس اللي بحالكم كيموتوا الغيب ديالي دان يوسف انا في الشوط الثاني مثلا كنهضر من هاد المباراه من هاد الاجواء هادي الاجواء ديال الدوري رمضان حاجه جالسه من خلال هاد الاوقات المباشره من خلال هاد المنظر الجميل لان كنت كذلك يعني المنظر هنا اللي متعلم من بين الاخوان ولحظات قليله ويرفع على المعيار طبعا يعني الشوط الثاني التأهل لأن المباراة كانت التأهل ولا حتى إلا خرجوا التعادل في المباراة الأخيرة تعادلوا فيها بدورهم يعني علاش المباراة مرات يعني في أجواء حماسية أو حماس لأن هذه هي الأجواء متابعين الكرام يعني ديال هذا الدوري الحماس المستمر في الدوري الرمضاني جبل بيت إذن مستمرين معكم متابعينا الكرام مستمرين معكم يعني في هذه الأجواء الرياضية والأجواء ديال هذا الدوري الرمضاني اللي هو دوري رمضان حيث هذا الرسام خلال هذا البث المباشر من خلال هذا التغطية المباشرة من هذه الأجواء الرياضية متابعينا الكرام متابعينا الأفاضل فطبعا يعني متابعينا الكرام فكنحييكم من كتابعونا من خلال هذا البث المباشر وكما قلت لكم عن هذه الاجواء الرياضيه الاجواء الرياضيه في دوري رمضاني ممتاز ومتكامل كي دور الاجواء الاطوار ديالو يعني قبل محاوله خطيره وكاين كاين كاين صراحه كاين الاجواء يعني كتحس بالكره كاين وكتحس بان كاين لاعبين كل واحد كيمتاز يعني بالحس التهديف ديالو والمهارات ديالو الفرديه هو انتم كتشوفون على من المباشر خلال هذا التغطيه المباشره
متحمس مستمر مثلاً الكلام. الهدف جميل. متابعينا الكرام، هذه هي الاجواء ديال الدوري الرمضاني ودابا الحماس ديال رمضان الرئيس، فكنحييكم من المتابعه. متابعينا الكرام، شكرا لكم ونتلاقى ان شاء الله في اليوم ديال الغد. ها او صداقه رائعه من باريس مع تسديده قويه، فطبعا مثل ما قلت يعني نتلاقوا غد ان شاء الله. نتلاقى يعني مازال الدوري الرمضانيه تمارس بليالي مدينه طون وملاعب مدينه طون خلال الساعات الليليه. كنحييكم متابعينا الكرام للمتابعه، دمتم في رعايه الله حبيبي ان شاء الله تعالى في اليوم الجديد.